عاد من جديد هذا الكلاسيكي الشمال افريقي، لكن هذه المرة تحت إطار المجموعة الثالثة للنسخة 24 لنهائيات كأس إفريقيا للأمم. الملعب الأولمبي بسوسة لم يكن به مكان شاغر، والحضور الجماهيري الجزائري كان بارز جدا. الفراعنة من أجل الانتصار للتأهل إلى الأدوار ربع النهائية، والجزائر من أجل الفوز لضمان أوفر الحظوظ قبل لقاء أضعف منتخبات المجموعة نظريا زيمبابوي. ومنذ البداية ضغط المصريون على دفاع الجزائر، وأحمد حسن في القائم الثاني يصوب بالرأس بجانب المرمى. حماس كبير واندفاع بدني تسبب منذ البداية في إنذار الجزائري عنتر يحيى مدافع باستيا الفرنسي. ركنية للمنتخب الجزائري، ومتوسط الميدان معمر ماموني نجح في مغالطة دفاع الفراعنة وحارسها منادر السيد، هدف رائع لمتوسط ميدان لالوفيير البلجيكي. هذا المعطى أشعل نار الحماس وزاد من التشويق المنتظر في هذه القمة العربية تحت هتاف وتشجيعات الجماهير الجزائرية. ورجوع قلب الهجوم أحمد حسام ميدو إلى دائرة وسط الميدان للمس الكرة يترجم كل المتاعب التكتيكية للمنتخب المصري إلى حد ذلك الوقت. بعد ذلك أتيحت فرصة تعديل النتيجة لأبناء محسن صالح، لكن تصويبة الممتاز أحمد حسن مرت بسلام على الحارس الجزائري لونيس جواوي. والحيرة، كل الحيرة واضحة على وجه المدرب المصري محسن صالح. وعلى إثر هجوم معاكس تمكن مهاجم نادي الأهلي أحمد بلال من استغلال كرة طارق الصعيد في عمق الدفاع وعدل النتيجة للمنتخب المصري. هدف أعطى شحنة معنوية كبيرة للمصريين، وبعد مخالفة من طارق الصعيد رجعت الكرة من جديد لقلب الهجوم أحمد حسام اللي كاد أن يفاجئ الحارس جواوي بعد أن لمست كرته الرأسية القائم الأيمن. ومردود متميز لمتوسط ميدان بشتاس التركي أحمد حسن. نفس اللاعب خلق الخطر من جديد على يسار الدفاع الجزائري وتصدي ممتاز للحارس جواوي. ومعركة وسط الميدان اكسبها المصريون بفضل الرباعي ثامر عبد الحميد، طارق السعيد، وخاصة أحمد حسن وأحمد فتحي. مخالفة ضد الدفاع الجزائري بعد تدخل على أحمد حسين، وأحمد بلال صاحب هدف التعادل صوب بدقة على بعد بعض سنتيمترات على القائم الأيمن للحارس الجزائري لونيس جواوي. ومن جديد فرصة مصرية للتسجيل ضيحها أحمد حسن دقيقتين قبل نهاية الشوط الأول. نفس المعاينة واضطراب جديد في محور دفاع المنتخب الجزائري، وأحمد بلال فوت هو الآخر على إمكانية أخذ الأسبقية للفراعنة. ينتهي الشوط الأول بتعادل سعيد للمنتخب الجزائري مقابل تحسر مصري كبير على إهدار الفرص. ومع انطلاق الشوط الثاني وصل الدفاع الجزائري تحمل عبء الهجومات المتكررة للمنتخب المصري في ظل صعوبات كبيرة لإخراج الكرة من قبل لاعبي المدرب رابح سعدان. إحساس المدرب سعدان بضعف مردود وسط الميدان أجبره على إقحام حسين الشيو متوسط ميدان اتحاد العاصمة مكان القائد جمال بالمادي. ورغم هذه التمريرة الذهبية من أحمد حسن إلى أحمد بلال، هذا الأخير لم يقدر على مفاجأة الدفاع الجزائري. وبعد إنذار ثاني مجاني لسحب الهدف الجزائري معمر ماموني، الحكم ألان هامر أقصى عن الميدان ليزيد من تعقيد الرسم التكتيكي للجزائريين. وما إدخال المدافع مولاي حدو مكان المهاجم منصور بوتابوت إلا تأكيد على نية المحافظة على نتيجة التعادل. من جانبه المدرب محسن صالح أدخل محمد بركات مكان أحمد حسن اللي أعطاه كل ما عنده إلى حد الدقيقة 71، بالإضافة إلى إقحامه للاعب الخبرة متوسط الميدان هادي خشبة مكان قلب الدفاع عبد الظاهر السقة في ظل التفوق العددي. ومرة أخرى الهجوم المصري في الموعد، لكن توزيعة القيدوم هادي خشبة لم يستغلها أحمد حسام كأحسن ما يكون وضاعت كورته الرأسية خارج المرمى. آخر ورقات المدرب محسن صالح كانت حازم إمام اللي عوض طارق السعيد. وبعد الاستماتة والصمود الدفاعي جاء الانفراج الجزائري بتوقيع الرائع والممتاز حسين الشيو متوسط ميدان اتحاد العاصمة لتنقلب الأحداث رأسا على عقب وسط أجواء شعبية جزائرية لا توصف. هدف بكل تأكيد جاء ضد مجرى اللعب والأحداث، لكن وزنه من ذهب
لمنتخب منقوص من خدمات لاعبه معمر ماموني منذ الدقيقة 60. تأكيد جديد على حسن رؤية المدرب رابح سعدان. مباراة مثيرة جدا انتهت لصالح الجزائر وأجبرت مصر على تحدي قادم، حتمية الفوز على حامل اللقب الكاميرون في مباراة القادمة للمرور إلى ربع نهائي المسابقة.